يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما رأي فضيلتكم في الرغبة عن أسماء الصحابة والصحابيات عند تسمية المواليد والتسمية بالأسماء الحديثة التي قد لا يعلم معناها؟ لا بأس بالتسمية ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله أو اسم محرم، الأصل في الأسماء الإباحة، لكن يستحب أنه يختار الأسماء الطيبة، يستحب له ذلك. وأما أنه يترك أسماء الصحابة فلا مانع، ما هو لازم أنه يجيب أسماء الصحابة، الأصل في التسمية الإباحة إلا ما كان فيه تعبيد لغير الله كعبد الرسول أو عبد الأمير أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. اتفقوا على تحريم، قال ابن حزم رحمه الله، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم.